السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. اليوم جينا عند الأستاذ أمين الجوابري المختص في الحجامة. اليوم جينا عنده إن شاء الله باش يدير لنا الحجامة ويتهلا فينا. ها هو السي أمين، شي كلمة خويا أمين. السلام عليكم، مرحبا بسي عبد الرزاق، نهار كبير هذا، زارتنا البركة. مرحبا خويا عبد الرزاق، ان شاء الله غنديروا لك الحجامة في الراس، بحكم انك انت يعني بحكم الخدمة ديالك وانك كتعرض للضربات ديال الشمس، كاين شوية ستريس والستريس كذلك، كاين شوية ستريس هذا، يعني غنديروا لك الحجامة في الراس ان شاء الله، وغادي تشوف الاستحسان ديالها وان شاء الله تخبر للمشاهدين الكرام. ومن هنا من هذا المنبر تنقول كاع الناس اللي كيشاهدوك مرحبا بهم، واي واحد اخويا عبد الرزاق جا من طرفك راه غنديروا ليه اب بروموسيون زوينه بزاف. تهلا فيا اكيد، وتشوف الناس اللي يجيو اللي غيجيو من عندك، حتى الناس اللي حتى الناس اللي بعادو بغاو شي معلومات يدخلوا للقناه ديالك اللي غادي نخلي لهم في صندوق الوصف. ياسر، وديك الساعه حتى اللي سولك شي واحد على شي معلومه فيها باش تجاوبوا عليها. بالنسبه للقناه اللي بغى يلقاها فغيدير الاسم ديال الشركه اللي هو انيو اسيستونس، او غيدير الاستاذ امين جوابري، غير الاستاذ امين. نخلي لهم من الاحسن نخليهم الرابط باش. فوالا، مرحبا، هذا هو الاصل. اللهم بارك الاخوان، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. مزيان؟ مالا؟ كي جاك هاد المساج هادو؟ كان بصحكش؟ لا. هاد المساج ديال خي أمين، هذا خي ديال العصب وديال الرولاكس، أنك كترتاح، كنحيدو لو ستريس، كنحيدو الشقيقة، تا هي كتحيد ألم ديال الرأس. عجبك ولا خايب ولا مزيانش؟ أنا غادي أصح، حيت أنا الحجامة راه مكاينش اللي غيدير لك هاد الطريقة هادي، تعاود تعاود برا، إلا مكانش قاري عليها برا. عندك في الوينات أبدا.
لا مطلقا لا. هادو تيعمو مهمين بزاف. ديال اش هادو؟ هادو كيما كنقولو لك كيقولو من الرسول صلى الله عليه وسلم أخداعي، هادو حتى يجمعو من الرسول صلى الله عليه وسلم، نسميو الاسم ديال الأخداعي، مخيرين بزاف ومهمين. دابا قطع العيدي باش نديرو واحد الصورة شاملة. تبارك الله على سي عبد الرزاق. الله يبارك فيك. مرحبا خويا عبد الرزاق. سي عبد الرزاق اليوم درنا ليه الحجامه في الهامه واليافوخ وقرنين الراس، كذلك الاخداعين كيف ما كتشوفوا هنا معايا المستوى ديال الدم اللي كاين في الهامه، كذلك المستوى ديال الدم اللي كاين في يعني في اليافوخ قرنين الراس، كذلك الاخداعين. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. حجامه العاش عند زبونه كان كيعاني من الصداع ديال الراس والشقيقه، الحمد لله ان شاء الله من مباراة الحجامه ان شاء الله غادي يحس بواحد التحسن اللي هو كبير بزاف ان شاء الله باذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا فوالا، تبارك الله على سي عبد الرزاق. الله يكرمك خويا. تبارك الله على سي عبد الرزاق. الله يكرمك خويا. دابا سي عبد الرزاق من بعد ما سنينا ليه الحجامه نشوفوا الجريحات ونشوفوا البلاصه ديال الحجامه ديالنا كيفاش دايره. فوالا الحمد لله الحجامه دازت عنده مزيانه في امان الله وحفظه، وكل شيء على خير وبخير، وكل شيء على ما يرام. فوالا تبارك الله عليك خويا عبد الرزاق. الله يبارك فيك خويا. حس راسي مزيان اخي. كي كتحس دابا؟ كتحس راسي اخي. شوف الحمد لله. شوف التقليد على رقبتك ما تكذبش، واذا كذبتي ما نسمحش لك لا دنيا لا اخره. لا ما كاين لا كذب. الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. انت اخويا عبد الرزاق انسان طيب وكدير النيه، والحجامه وصيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزه الهيه، واللي يعني كيدير السنن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيتبع داكشي اللي كيقول الله سبحانه وتعالى، حتى شي حاجه ما كتخصو. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. والمتتبعين ديالنا تنقولوا لهم شكرا، وشكرا على التتبع ديالكم. وكيف ما قلنا خويا عبد الرزاق ان شاء الله الرابط ديال القناه ديالي راه غيكون ان شاء الله في صندوق الوصف ان شاء الله. واللي بغى يدخل عندي يعني يقلب عليا في الروشيرش يدير غير امين جوابري او الاستاذ امين جوابري، وتبارك الله عليكم. وبالنسبه لرقم التليفون راه غادي يلقاوه حتى في اليوم. تبرعت تبرعي عزبونه، واخا التقربيعات هادو ممكن نحس براسي خفاف شي شويه، كان راسي ثقيل بزاف، دابا كنحس به خفاف الحمد لله. وكانت فيا شويه الشقيقه، ما عرفتش بمجرد درت الحجامه تحيدت مني، ما عرفتش واش الحجامه هي السبب ولا تحيدت بوحدها. والحمد لله الحمد لله على كل حال. دابا انا في السلة الجديدة. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوعوا شي شوية، مرة فقاصة، مرة الدجاج، مرة الحجامة، راه الحجامة هي مزيانة، وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا الاخوان السلام عليكم.